انا بحب اثناء الحرب العراقيه الايرانيه ما صمت اثناء الحرب. نعم. والله ما يعني شو اسوي؟ ما اسمع زين يا شباب. أعد السؤال إبراهيم، تقول أيام الحرب حربكم في العراق مع إيران ما صمت؟ نعم نعم. كم تقريبا كم رمضان عليك؟ حرب شديد. كم رمضان عليك؟ حرب صارت 2 سنوات تقريبا 4 سنوات ما صمت. طيب الآن كم عمرك؟ 60 عمري 60 سنة. تقدر تقضي ولا ما تقدر؟ يعني أمتى القضاء يكون؟ القضاء بعد رمضان. قضيت يكون؟ القضاء بعد رمضان. أنت تلك الأيام ليش ما صمت؟ يعني لشدة التعب ولا كان ممنوع عليكم الصوم ولا إيش؟ شدة الحرب أنا حفظ في حرب يعني ليل نهار. ما كنت تقدر تصوم؟ لا نعم. طيب ما قضيت شيئا منها؟ لا ما قضيت. تستطيع أن تقضي بعد رمضان؟ عليك مشقة من القضاء؟ والله أستطيع إن شاء الله. أجيب بس دم شوية دم شوية الشتاء بكي ولا؟ خلاص في الشتاء إن شاء الله تعالى أقضي اللي تقدر عليه، وبإذن الله تعالى أنك يعني يكون هذا كفارة عما سبق. بارك الله فيك. بارك الله فيك إبراهيم. بعض العلم يقول بوجوب أيضا الإطعام عليه، وبعضهم كما في قول ابن عباس وغيره أنه لا يجب عليه، لذلك لم أذكر له.